سهلا. امس بالليل على التيك توك شفت واحدة تتكلم عن مطعم فطور، فقلت للبنات شو رايكم نروح نفطر فيه. جينا المحل صغير فاضطرينا ان احنا ناخذ يعني على ناخذ يعني بناكل بالسيارة. فوش راح نسوي الحين اذا اكلنا؟ الحين الساعة 12 الا ربع، عندي ساعة وربع اسوي فيها اشغالي، بما ان اصلا المكان قريب يعني من الاشياء اللي انا احتاجها، فنفطر في السيارة اروح اكمل باقي الشغل. وسبحان الله ما ادري ليش يعني مو راضي اخلص الشغل. شوفوا خشمي انا في سعد، ما صار لي هذه التنفخات، بس سبحان الله. اخذنا من هذا المطعم اسمه كافتيريا. اخذت هذه من فلافل قرص، مره لذيذه. الكبده تاخذ العقل، الكبده جايه اخذ سكر الحب من المدرسه، اشتهيت ادخل عندها الفصل. جيت مدرستهم يا بعد. ايوه مبسوطه اني جايه فصلها. امي وقلبي انت. وين اصدقائك سكره؟ وير از يور فريند اليانا؟ وير از اليانا عند نوني؟ شوفي توريني الكرسي حقها.